استعد القافم مبز الاوزان العيون من هي تستحق القصيده العيون تهير بنت عبيد بن حرقان تهير ولا شق لدى العز جيده المهره اللي اصلها صوب سبعان اصيله فيها الخصال الحميده اصيله فيها الخصال الحميده العيون الناعسه وعنق فتان المهره اللي ما عسبها وليده انطبت الميدان تذهب الاعيان كل الخلايق ينظرون العنيده تجمع عن دروب الخطر والحلابان عنقار زينه زوج تهير فريده عنقار زينه زول والله فريده طيبه الهراسه دوم طنيان ومجاده الهدايم امده مديده واخوانها لا شك دربين الايمان نايف وفيصل وحردان العز بيده والطيب بعروقه ولا فيه نقصان كنا الكرم والجود زار بريده سيدة كل العذارى والأوزان حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة يا سيدة كل العذارى والأوزان حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة استعد القافي من بز الأوزان العيون من هي تستحق القصيدة العيون تهير بنت عبيد بن حرقان تهير ولا شك لدى العز جيدة المهرة اللي أصلها صوب سبعان أصيلة فيها الخصال الحميدة أصيلة فيها الخصال الحميدة والعيون الناعسة وعنق فتان المهرة اللي ما عسبها وليدة انطبت الميدان تذهب الأعيان كل الخلايق ينظرون العنيدة تجمع عن دروب الخطر والحلابان عنقار زينة زوج تهير فريدة عنقار زينة زول والله فريدة وطيبها الهراسها دوم طنيان ومجادها الهدايم امده مديدة واخوانها لا شك دربين الايمان نايف وفيصل وحردان العز بيدة والطيب بعروقه ولا فيه نقصان كنا الكرم والجود زار بريدة الكرم والجود ثار بريدة ملبوسها در ولون ومرجان بنت الشيوخ وفعلها من عقيدة يا سيدة كل العذارى والأوزان حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة يا سيدة كل العذارى والأوزان حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة حتى القوافي تطلب اسمك نعيدة تأليف تقاعد تكريم ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655587687 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات.